مساء الفل عليكم يا بنات، يا رب تكونوا بألف خير وصحة وكل سنة وانتم طيبين يا رب كلكم. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن ازاي تخرجي بروتين من شعرك، وقلنا ان اصعب مرحلة بتقابلنا هي ان الجذور بتطلع والشعر اللي تحت معمول له بروتين، فبيبقى المنظر احنا سميناه مرحلة السلعوة. المرحلة دي يا جماعة هي المرحلة اللي بتتراجع فيها تلات ارباع البنات عن ان هي تكمل وتقاطع البروتين والكرياتين والحرارة. بتعمل حاجتين، يا اما بتروح ترجع تاني بسرعه تعمل بروتين علشان تتخلص من المنظر ده، يا اما بقى البنات القويه قوي بقى اللي مش هترجع تاني هتضطر تستخدم الحراره علشان تخلي الشعر كله شكل واحد، يا اما مفروض معين، يا اما مفروض، يا اما موج. تمام، لا ما تعمليش كده لان الحراره هتعمل هيت دامج او هتدمر الشعر وتموته، فاحنا كده ما عملناش حاجه. انا النهارده جايبه لكم ست طرق تقدري ان انت تنوعي بينها كده وتجربي فيها، هتساعدك ان شعرك كله يكون شكل واحد وتتخطي مرحله السلعوه دي في افضل حال ممكن. استنوا، اول حاجه يا جماعه الا وهي البوكل او البقر، ده موجود في كل بيت مصري اصيل. تمام، لو ما عندكيش على فكره ممكن ببقر الخياطه. ده كل يا جماعه اللي انا هقوله لكم النهارده لازم يكون شعركم فيه مبلول. شعرك مبلول بتلفي عليه البوكل وتستني لحد ما ينشف تماما 100%، وبعدين بتقدري تفكيه هيطلع كله شكله جميل جدا. وطبعا التمويجه بتكون كيرلي ولا ويفي ولا الكلام ده على حسب مقاس البوكله، على حسب مقاس القطر بتاع البوكله. الطريقه دي يا جماعه البوكلات دي ما تنفعش مع اللي شعرهم ناشف بزياده، لان هي مش هتشكله كويس، يعني مش هتديلك النتيجة اللي انت عايزاها. يعني لو انت شعرك طري تقدري تستعملي البوكلات، لو انت شعرك ناشف شوية البوكلات مش هتديكي النتيجة المرضية اللي انت محتاجة. تاني بقى طريقة معانا الا وهي الكيرل فورمر. الكيرل فورمر دي يا جماعة هتلاقوها في اي محل باتنين ونص، او المحلات اللي هي بتبيع اكسسوارات. دي يا ستي بتيجي كام ليهم مقاسات مختلفة للشعر الطويل والقصير. بيجي معاها سنارة زي دي، بس انا كسرتها، بتبقى قطعتين بتحطيهم في بعض كده، وبعدين بتدخليها من هنا. اوكي تمام، بيكون في هنا مشبك او سنارة بتقطي بيها خصلة شعرك، وتقومي راجعة تاني ومخرجة السنارة من الناحية التانية، فشعرك يدخل هنا ويتشكل في الكيرل فورمر وينشف على الشكل ده. ما تفكيهاش غير لو اتاكدتي ان شعرك نشف تماما. دي يا جماعه انا مش بنصح بيها قوي، علشان مع ان نتائجها على فكره تحفه، نتائجها كانك عاملاه حراره بالظبط، عاملاه كيرلي بالحراره يعني. بس هي مشكلتها ان هي على ما شعرك ما ينشف لو حبيتي تنامي ولا حاجه هتصدعك، هي ناشفه قوي. الناس اللي بتروح المحلات ومسكتها هتعرف قصدي، ناشفه وبتصدع. الالطف منها بكتير رقم ثلاثه وهي الفلكسي روتس. الفلكسي روتس دي يا جماعه دي اللي بتطلع فيها دايما نويزو بتاعت مسرح مصر، دايما بتطلع على المسرح وهي عامله شعرها باتنين تلاته من دول. دول يا جماعه نتيجتهم حلوه جدا وطريين، مش زي الكيرل فورمر. يعني انت في كل الاحوال يعني هيكون دماغك وجعك شويه ان انت لفه شعرك كله بحاجات غريبه، بس دي الطف بكتير من الكيرل فورمر. تمام، المخده هنا قررت تتبرع معايا، ده شعرك. تمام، هتلفيه على الفلكسي روتس كده من اولها كده كده كده، تقومي قافلاه من ناحيتين. اوكي تمام، ولما ينشف تماما بتفكيه. بالمناسبه بس عشان ما تتفاجئيش، يعني انت هيكون عارفين شعنونتي لف شيرت المرابين المحدوده ده هيبقى شكلك بالكيرل فورمر. تمام، طيب انت لا عندك لا كيرل فورمر ولا عندك فليكسي روتس، هتعملي ايه؟ هتنزلي بقى تتسوقي؟ لا يا حبيبتي، اقعدي في البيت، احنا في ايام ما يعلم بها الا ربنا. هتدخلي المطبخ وتجيبي الورق الالمونيا ده تشكلي سيخ الكفته ده. تمام، وهيبقى عندك احلى فليكسي روتس في الحياه. تلفي عليه شعرك، تعالي يا مخده احسن، دول بيتلككوا يا مخده. هتلفي عليه شعرك كده اوكي، وهتتنيه من ناحيتين. انت كده شكلتي شعرك، اول ما هينشف هتفكيه هيبقى شكله كله واحد وحلو جدا وهيعجبك. تمام، انت لو عندكيش ورق الومنيوم كمان هتعملي ايه؟ رقم خمسه معانا الا وهي الضفاير. الضفاير يا جماعه بتشكل الشعر حلو جدا. لو انت مش عارفه تضفري شعرك، في انواع كتير جدا من الضفاير وكلها نتائجها مرضيه، تقدري انك انت تعملي سيرش على اليوتيوب، هتلاقي في انواع كتير جدا من الضفاير وطرق تضفيرها
وطرق اعمالها. انا بصراحه مش قادره ان انا اشرح دلوقتي طرق الضفاير، لو انتوا عايزيني اشرح ممكن تكتبوا في الكومنتات، بس هي موجوده على النت كتير، انواع كتير. ممكن انك انت لو انت عايزه تعملي شعرك كيرلي اللي هو ضيق شويه، ممكن تقسمي شعرك 16 سكشن وتعملي 16 ضفيره وتستني لما ينشف وبعدين بتفكيها. يا اما في كمان ممكن تعملي الضفيرتين اللي هما بيبقوا داخلين في بعض دول اللي هما الفرنساوي. وفي كمان حاجه اسمها فلات تويست اوت، انا بقول لكم الاسم اللي تقدروا تعملوا بيه سيرش على اليوتيوب، انا هبكتب لكم اسامي الاستايلات دي كلها في الديسكربشن بوكس. الفلات تويست اوت بقى يا جماعه دي احلى واحده فيهم كلهم، لان هي بتجيب من الجذور. انتوا عارفين انتوا اللي هي الضفاير اللي بتبقى داخله في الشعر دي، تمام، بتدخل من الشعر كده والشعر كله داخل في بعضه، دي الفلات تويست اوت دي اكتر حاجه هتجيب، جابت معايا نتيجه بصراحه، وحلاوتها ان هي بتخلي الشعر كله من اول الجذور لحد اخره شكل واحد. جربوا كده وقولوا لي انهي نتيجه نفعت معاكم اكتر. رقم 6 يا جماعه، لو انت مش بتعرفي تضفري تعالي مخده. في بقى ايه الفينجر كايلين او ما نسميه حدانه في البلد دي البلح، بتجيبي خصة شعرك تبرومي تبرومي وتلفي تبرومي وتلفي تبرومي وتلفي تبرومي وتلفي لحد الاخر، تمام، واول ما ينشف بتفكيه بالراحه، بتفكيه بيبقى كيرلي وكله تمويجه واحده. انا عايزه اقول لكم ان الشعر في المرحله دي بيكون متدمر لدرجه انك انت مش بيلف، مش راضي يلف معاكي، يعني انت عماله تبرومي كده وتلفي مش راضي يلف من كتر ما هو مميت على الحاله دي فثابت عليه. لو انت مرطبه شعرك او عامله له حمام كريم هتبقى النتيجه احسن بكتير. انا هقول لكم الفيديو اللي جاي على كام كريم كده استخدمتهم لشعري في مرحله السلعوه، وهقول لكم على نتيجه كل كريم. وفعلا كلها كريمات هتساعد، الترطيب عموما هيساعد ان شعرك يكون افضل. استنوني، ولو عجبك الفيديو ده وفادك باي حاجه يا ريت ما تنسيش تعملي لي لايك كومنت سبسكرايب، فعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، شير الحاجات الحلوه دي. متشكره جدا لوقتكم، سلام عليكم.